بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نشوفو اللوجيسيال كوفاديس، يعني برنامج كوفاديس اللي استعملناه في فيديوهات من قبل، كي شفنا حسبنا شفنا لي ديمونسيون مو تاع الاي او بي. هاد اللوجيسيال خاص بلا توبوغرافي والانفراستركتور، يعني يحتاجوه لي بيرو ديتود و لي زونتربريز في لي انفراستركتور، يعني كل ما يخص لا توبوغرافي، يعني هو راح نحتاجوه في هذا المجال. يعني وهذا البرنامج قبل ما انستالو البرنامج كوفاديس، نكونوا يلزم يكون عندنا برنامج الاوتوكاد، يعني هذه اللائحه تاع برنامج الاوتوكاد. يعني بعد ما نكون عندنا برنامج الاوتوكاد، نروحو انستالو كوفاديس باش يظهر لنا هنايا في هاد البار تاع منو تاع الاوتوكاد، يظهروا هادو كوفاديس كالكو، كوفاديس 2D، كوفاديس 3D والفي ار دي اكسيتيرا. يعني هذا البرنامج يتمشى مع اوتوكاد، يعني في نفس هاد لا فينات اللي نخدموا فيها في الاوتوكاد اللي هي اللي نخدموا بها في كوفاديس. في هذا البرنامج عندنا بعض الاشياء المهمه اللي يحتاجوها بزاف، اللي نتكلموا عليها بزاف في هذا البرنامج، اللي هي بار اكزومبل هذه اولهم الامانتي. هنا في كي نجيو كوفاديس الرواديه عندنا امانتي، كالكول امانتي، امانتي اوبجي. هذا الامانتي هو الموديل ام، معناتها لو موديل الان هي نيميريك دو تيرا، يعني موديل نيميريك دو تيرا. هادي تريبريزونتي لنا لا سيرفاس تاع التيران، لا سيرفاس تاع التيران كريي بار لي زاتيتود، يعني لي زاتيتود لي يعطيهم لنا التوبوغراف بيهم نخرجو الامانتي تاعنا. وعندنا كذلك لي بروفيل اون لون و بروفيل اترافير. يعني البروفيل اون لون هو بعد ما يكون عندنا لي زالتيتود وكنا حسبنا الامانتي، نقدروا نخرجوا البروفيل اون لون. البروفيل اون لون هو ريبريزونتي الفلاكس تاع اون روت ولا كاناليزاسيون ولا ري ولا اون كوب فيرتيكال، يعني على شكل كوب فيرتيكال اللي بها يخرج لنا هنايا التيرا ناتورال مع الاخر لي بونت اكسيتيرا، لي ديستونس، كل ما نحتاجوه في هذا التيرا تاعنا في الفيرتيكال. اما البروفيل اون ترافير هو يريبريزونتي لنا البيربونديكولار، لاكس بيربونديكولار. عاود نولو للبرنامج تاعنا، هنا نجيو عند هذه كوفاديس في ار دي، نروحو اسينيسمون et réseau divers. نخرجو هاد لابار، هاد لابار دوتي، تخرج لنا هاد لابار دوتي. عندنا هنايا كاع لي تيب تاع الكاناليزاسيون اللي يحتاجوها نتلاقوها هنايا، او بي، اسينيسمون، الغاز، يعني كل ما تحتاجوه للانفراستركتور. وعندنا كذلك هنا التيب تاع لي كوندويت اكسيتيرا، وهنا لي بارامتر جينيرو، هادو نحتاجوهم نشوفوهم في دروس قادم ما شاء الله. هنا الامانتي، يعني باش نحسبوا البروفيل اللي نخرجوه كاع لازم يكون عندنا الكالكول تاع الامانتي. وهنا نديروا البروفيل اون تاعنا، الرسم تاعها في هاد البروفيل اون، وعندنا بروفيل اون ترافير. يعني هذه هما بعض الاشياء المهمه في برنامج الكوفاديس. عندنا كذلك كي نبغوا نجيبوا لي زاتيتود تاعنا بعد ما يجيبهم لنا الطوبوغراف، نجيو عند هنا كوفاديس 2D، نجيو عند بوان توبوغرافيك ونختارو هادي شارجمون دو سومي، كليكو عليها. وهنا نحملو لي زاتيتود تاعنا اللي عطاهم لنا الطوبوغراف. يعني هادي فيما يخص برنامج كوفاديس، هادي مقدمة. دوك نشوفو ان شاء الله في الدروس القادمة، ان شاء الله نشوفو دي زيكزومبل. نتوقفوا هنا، نكملوا الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.